إن مراعاة المصالح الوطنية يجب أن ينبني على أن القاعدة العامة في السياسة الخارجية هي الاستمرارية، والاستثناء هو التغيير في ظل هذه الاستمرارية. السيدات والسادة، وأخيرا وليس آخرا، في محور دبلوماسية الأحزاب السياسية كواجهة من واجهات الدبلوماسية الموازية، لست في حاجة إلى التأكيد على أهمية دور الدبلوماسية الموازية في الديمقراطيات كمكمل ورديف للدبلوماسية الرسمية، لكن دعوني أبدي بعض الملاحظات التي تؤثر على أداء الدبلوماسية الموازية بصفة عامة. نقص في التكوين والتأطير لأن الدبلوماسية قواعدها، إذ لا يكفي الاقتصار على تشكيل وفود حزبية أو برلمانية للقيام بمهام دبلوماسية اعتمادا على احترام تمثيلية الفرق البرلمانية، فهذه المهام تتطلب قدرة تواصلية وتمكننا من اللغات المتداولة في المحافل الدولية، كما على أن وزارة الخارجية الانفتاح أكثر على البرلمان والأحزاب السياسية من خلال تبادل المعلومات والتنوير بالمستجدات، حتى يكون الدبلوماسي الموازي مؤهلا للترافع وللتفاوض وذا قدرة على الإقناع. ولكي تكون الدبلوماسية الموازية فعالة وناجعة، يجب أيضا خلق قنوات أخرى خاصة بالنسبة لمغاربة العالم الذين يقومون بأدوار مهمة وإن كانت عفوية وتلقائية من أجل الدفاع عن القضايا الوطنية. طبعا هي الندوة رمضانية في إطار سلسلة الخارجات لدائبة الحركة الشعبية على تنظيمها من خلال الشهر الفضيل، وطبعا كانت اليوم تم الإرساء على واحد الموضوع اللي جد مهم، وهو السياسة خارجية المغرب نحو إرساء شراكات بناءة وجديدة. هذا طبعا جاء في سياق خاص، لأن اليوم السياسة الخارجية المغرب تجد ربما توجه العام ديالها في الوثيقة الدستورية، في ديباج الدستور اللي ينص على ضرورة إرساء وتقوية الاتحاد المغاربي، أيضا تقوية العمق الإفريقي على مستوى التعاون جنوب، وأيضا حتى تنويع الشراكة ديالنا مع دول أخرى كما قلت كما في الوثيقة الدستورية. طبعا هذا الشيء كله مهم، ولكن اليوم يتبين بأن هذه الشراكات وهذه يعني هذا التعاون ما يمكنش يخرج على واحد المنطق ديال الندية، ديال الاحترام المتبادل، ديال التكامل وعدم حشر الأنوف يعني في مسائل داخلية، لأن المغرب طبعا بفعل تنويع الشراكات ديالو أصبح ربما مزعجا لبعض بعض 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 الأطراف، فكان ربما كيشوفوا أنه لابد من يعني الالتفاف وإخراج بعض الأوراق ربما لإضعاف هذا التواجد ديال المغرب، ولكن المغرب سائر في طريقه، المغرب كي يعرف من أين أتى وإلى أين يسير، والحمد لله كاين هناك هي دولة ذات سيادة وهناك إجماع وطني على 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 قضايا مصيرية كتهم التعاون وكتهم التشاور وكتهم أيضا التكامل. فمرة أخرى ما أكد عليها بشكل كافي، وكنظن كنختلفوا بين الثلاثة شيء، الندية والاحترام المتبادل هو شرط أساسي طبعا لتفعيل وتنويع وتقوية هذه الشراكات.